اول غرفه جهويه سيارات اسره الهواس سوس. الاشكال اليوم والوقفه الاحتجاجيه نتاع الاخيين والزملاء عندهم فيها الف حق، لانه هذايا مشروع نظام جديد معناتها ينظم العمل بالمحطات اسقط علينا وتم تعميمه على معناتها جميع الولايات. البارح لهنا على مستوى محطه سوسه تم تفعيله كان على خط سوسه تونس بطلب من مهني الخط، وبقيه الخطوط الكلية ما تمش تفعيلها لانه فيه جانب كبير من الظلم ومن الحزازيات ومن معناتها التفرقه، ويخدم معناتها رجعنا لك العروشيات والجهويات، فهمتني ولا؟ هذا قلت لك مشروع نظام عمل وليس قرار، مشروع نظام عمل هذا يقول لك تطبقوا لمده شهرين ونصف جوسكا 31 اوت. شوف انت هاي، شوف انت كطرف نقابي وهيكل نقابي ساهر على تنظيم العمل بالمحطات، شوف كونه هذا شنو ايجابياته وسلبياته وارفعها في تقارير الغرفه الوطنيه والجامعه الوطنيه للنقل. لهنا شهرين ونص هذوما تثقل كاهل المهنيين هذيا، كونه ناس معناتها ماخذه سيارات على طريق الايجار الليزاني الايجار المالي، وناس معناتها غادسه في الكمبيالات وفي الاسيرونس وراها معناتها مسؤوليات وكذا، واحد كل شيء شهرين ونص هذه تثقل كاهلهم الناس هذوما، فهمتني ولا؟ والمشروع النظام العمل هذا يتماشى مع خطوط وخطوط اخرى ما يتمشاش معاها، فهمتني؟ لهنا يجيك يزيد يربطك معناتها يقول لك انت كرئيس غرفه وطنيه يقول لك يلزمك تطبقوا بحذافيره، يلزمك تطبقوا بحذافيره، حتى باش يخلي لي اني لهنا كطرف نقابي يلزمني نعمل اجتهادات واستثناءات سكر علي البيبان. كيف نجي اني باش نجتهد نسيب معناتها الناس هذوما باش يعبيو نولي متحمل مسؤوليه وحدي، وهذا معناها شيء معناتها مانيش مستعد اني كانسان مسؤول هنا على نظام العمل بالمحطه باش نتحمله، فهمتني ولا؟ محمد باش نتحمله صاحب سياره اجره شربان السويسي سوسه البراكه تونس. احنا عندي 25 سنه نخدم في النقل، نجي نقيد بعد كراب الاستفتاح. اليوم جيت قالوا لي لا تقيد، لا عندك الحق لا تقيد لا للبراكه لا تقيد لتونس لا تقيد للسويسي. منين جيت تروح؟ جيت من شربان، انا جيت من شربان ترجع لشربان. كيفاش؟ كيفاش باش نخدموا ونخلصوا الديون نتاعنا؟ واحنا نخلصوا في 600 ألف في الشهر. علاش؟ كنا نخدموا مريقلين. 800 دينار في الشهر. كنا نخدموا مريقلين مع بعضنا وخيال. والدي تغمر رئيس غرفة الواج نتاع سوسة. والله بالنسبة للاحتجاج هذايا الناس ما المسؤولين ما يعرفش يخدموا. هذا مقترح نظام عمل داخل محطات ناقشنا فيه قداش من مره وقعدنا نستناو اش باش يشاورونا اخر مره اش باش نخرجوا باش باش نخرجوا. انت تجي نقابات تناديهم تستمع بهم تقول له هاو المقترح، تقول له يقول لك لا المقترح هذا نعمله كذا كذا، في الاخر هو وحده يعمل يلخص ايش يحب هو رئيس الغرفه الوطنيه ويخرج ايش يحب هو. النظام هذا ما مشاش على المهنيين وعندهم الحق. انا البارح ما مشيتش فيه وقطعته وتحملت مسؤوليتي. اليوم تبقوا في المحطة، كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد يتحمل مسؤوليته. رئيس غرفة وطنية يتحمل مسؤوليته، وزير يتحمل مسؤوليته، إدارة مدير إدارة العامة يتحمل مسؤوليته، والناس كلها تحمل مسؤوليته. كل واحد مسؤول يتحمل مسؤوليته، وهذا غلط هذا، يحبوا يعملوا فوضى، قلت طلبت منه بكل لطف هذا ما يتطبقش في رمضان. نعملوه بعد رمضان. نشوفوه، نقعدوا مع المهنيين، نشوفوا شو يتصلح فيه وكذا ونخدموا به. لكن ما راني اللي قال لي لازم تطبق نهار 15. يا ودي قال لي قلت عيب، قال لي تو نعمل استشاره، في الاخر رجع لي قال لي الولايه الوحيده اللي طلبت اجل بعد رمضان. مش معقول هذا، هو ما عملش حتى استشاره، ونعرفه ما عملش حتى استشاره رئيس الغرفه الوطنيه، ونعمل فيه على قياسه هذا. هذا على قياسه، ما يجيش. ما يجيش هذا. ولهذا احنا اخويا احنا طالبين بمراجعه هذا، ونرجعوا نخدموا كما كنا حتى نزيدوا نعملوا رقم واحد.